في ظل ظروف جائحة كورونا قامت الوزارة بالتعاون مع الأخوان. يعني ودي في هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل للأخوان في وزارة الصحة والداخلية والتربية على تعاونهم اللامحدود. قامت الوزارة بالتعاون معهم بتطبيق الاشتراطات الصحية عند تجهيز المقار للاقتراع. طبعا حرصت الوزارة على تطبيق هذه الاشتراطات من التباعد داخل كل لجنة بين الرئيس والمندوبين. فنلاحظ يمكن كما شاهد المشاهدين في الفيديو أن تقريبا يمكن بين الطاولة والطاولة تقريبا لودة مترين، فحرصنا أن يكون هذا التباعد موجود. كذلك حرصنا أن يكون هناك حاجز زجاجي أمام رئيس اللجنة حتى يمنع الاحتكاك بينه وبين الناخب. بالإضافة إلى توفير كذلك واقي الوجه له للقاضي والكمامات والجميع للجميع. ويمكن الجديد هنا يمكن أن في كل مقر انتخابي قامت وزارة الصحة مشكورة بتجهيز عيادة طبية في كل مقر للاقتراع. جميل. طبعا تحسبا لأي طارئ يطلع.